تفكر وقتها أسامة قال لي باه مش مشيو لبلاصة أخرى شبيبة. طحت والله طحت يا رسول الله طنبشت توبيه هكا والله العظيم. خاطر شد التليفون ولا حشومة يا توبيه هكا الواحد طنبش يا رسول الله. ما خاطر بالسيف نتحرك يعني وشد التليفون و هكا تضحكوا ربي يهديكم اللهم لا شمات على اللايف والله العظيم اني طحت يا رسول.